انت شفت ايش رحت اجيب؟ ايه بس ترى عادي ولا 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 يخوفك يا حبيبي، هذا حلا شقة الملز ما يخوف. اعطني كل الحلويات اللي عندك بالعافية عليك. الله يعافيك. ترى عادي الله يستر. حلو حلو والله. وش مكتوب؟ يقول ايش المكان اللي حتى لو انعرض عليك مبلغ مغري ما تغني فيه. شوف انا برد على السؤال بس هي وجهة نظر. خذ راحتك. وجهة نظر. انت فنان ما شاء الله عبد خالق وعارف ان الفن يعني اصناف وانواع. انا النوع الفن اللي اقدمه انا اشوف انه له مكان راقي، او مثلا مكان مسرح، مكان طرب. فالمكان اللي ما يمثل هذا الطرب او الناس تسمع بشكل مباشر وتسلطن ما اغني فيه اي مكان. زي ما جاوبت. انا سالك بصير دبلوماسي. طيب تواصلوا معاك مطاعم او كافيهات؟ صراحه خطير انت. والله تواصلوا معي صراحه، لكن ما مستحيل انا اغني فيها، لان اول شيء انه مكان اكل ممكن يعني عادي يتشغل مثلا في موسيقى، بس اني انا اغني اغنيه كامله وفرقه وناس في مطعم لا يا ابو ما تحس. ما اشوفه. طيب الحمد لله.